يقول أضرم النار في حزم الحطب حتى ارتفعت ألسنة اللهب. إنزين حرقت الباب أضرمت النار بجانب الدار بس ارجع لقال لا حتى أدافع الزهراء عند باب دارها. حتى تعجبت العالم تعجبت العالم. يقول السيد وعجبان يستأذن الأمين. عجب عجب مر عليك الرواية. يقول لما أغشي على النبي صلى الله عليه وآله طرق الباب قامت فاطمة أجابت من خلف الباب من الطارق؟ قال غريب يريد سؤال رسول الله صلى الله عليه وآله. قالت له امض في حاجتك يرحمك الله. فرسول الله عنك في شغل مريض عليل يغشى عليه تارة ويفيق أخرى. مضى رجع بعد حين طرق الباب من الطارق؟ قال غريب يريد سؤال رسول الله. استأذنوا لي على النبي. فتح النبي عينه قال فاطمة ما عرفتينا؟ قالت لا أبا يا رسول الله. قال هذا مفرق الجماعات هذا منغص اللذات هذا ملك الموت إذا ما تفتحين الباب ما يدخل ما يدخل يا فاطمة لازم تأذني له بالدخول وإلا ما يطبي للدار. شلون وعجبا يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون. قال سليمان هذا هم متعجب. يقول وصلت إلى أرض المدينة وصلتنا الأخبار لكن بعد ما أقدر أصدق. يقول أمضي إلى سلمان فهو مصدق في قول سلمان صحيح اللي يقولون عدل يعني يحصل يصير. هذه ريحانة رسول الله هذه بضعته وروحه التي بين جنبه. يصير يا سلمان يدخلون على الزهراء طأطأ سلمان برأسه. قال سليم حرقت قلبي وزدت كربي على كربي. قالي نعم دخلوا فقال ايه وعزة الجبار وما على الزهراء من خماري لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب فمذ رأوها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا فأسقطت بنت الهدى وحزنا جنينها ذاك المسمى محسنا. هنا صرخت ونادت ومحمدا ماذا لقينا بعدك من ابن فلان بويا اني قمت للباب لكن ما علي حجاب حسبي من لذيت خلف الباب عصرني وسقط المحسن على الأعتاب. قالت بويا من غبت يا حلو المعاني بنحنت مال البيت والله بنحنت مل البيت جاني لطمني على عيوني وعماني. بعد قالت بويا بويا ترى أمر على عبده وضربني وضربني يومين ضربته للقاع ذبني
ومن كسر قلبه ولا رحمني من الناس ما واحد حشمني وين انت رحت يا ابوي عني ابوي دار الوحيد خلاص دار الوحيد خلاص يلا حبيبي أبيات الدعاء والبضعة المعصومة يا والدي ضربة وصيت فوق المنبر بالدرة المعصومة وجتني يا ابو يا بعدك هالعصبة المش لا تكتشف الغالية فوق الوجه ملطومة ترضى يا ابو يا بعدك دار الوحيد خلو فزت يوم الجوني واني اهل دموعي وانا يا ابو فقدك بعد ما يسكن راعي فزت بال زنبابي كسروا يا ابو يا ضلوعي ترضى يا ابو يا بنارهم دار الوحي يحرقوا آخ يا قلب ذوب وهل يا دمعي وهل يا دمعي على الصاحة يا فضة انكسر